المباراة القادمة للمنتخب التونسي في نصف نهائي كأس العرب أمام المنتخب المصري، ديربي عربي قوي سوف يلعب يوم 15/12/2021 كما يظهر لكم في الصورة. مرجو منكم لا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. توقيت هذه المباراة سوف يكون في تمام الساعة 4 مساء بكل من توقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5 بتوقيت مصر، والساعة 6 بتوقيت السعودية وقطر. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة القوية، قناة بين سبورت واحد الناقل الحصري لهذه المباراة. مباراة سوف تكون قوية وممتعة، سوف يستضيف ملعب رأس أبو عبود استاديوم بالدوحة. نتمنى لكم أعزائي الكرام فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم دائما لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم، ونضرب لكم موعد في موعد قادم، وشكرا لكم مرة أخرى.